صباح الخير. اليوم 6 ايار ذكرى شهداء الصحافه، والكلمه يلي تعلقت على حبل المشنقه عام 1915 واللي حاولوا يخنقوها مع سليم اللوزي كامل مروي ورياض طه، هي نفسها الكلمه الحره يلي استشهد من اجلها صحفيين مراسلين ومصورين من لبنان والعالم العربي. فالأنظمة الدكتاتورية بتسعى أنه يبقى الإعلام رهينة الترهيب والإغتيال، إلا أنه صوت الإعلام أقوى من صوت الرصاص. بهذا النهار بيوم شهداء الصحافة ما فينا إلا ما نذكر جبران تويني، سمير قصير وكل شهداء الكلمة الحرة. بتاريخ لبنان صفحات مشرقة وصفحات سودا كتبت بالقلم، لتبقى العاصمة بيروت فسيفساء بتختزن تراكم حضارة وثقافة. محطتنا الأولى منتعرف فيها على شخصية بيروتية، أبو وسام السعيدون، يلي قدر من خلال جمع الصور أنه يحول قهوته بعائشة بكار إلى متحف صور، وأرخ بالصورة قرن من الزمن حمل تناقضات بين الحياة والفرح والألم والمعاناة. قهوة بتحمل ذاكرة ونفس العاصمة وأبنائها، وكل التفاصيل مع زميلتنا بشرى عبيد. فنان عظيم هذا، مخرج ممثل وبيغني مسرح شوشو. هذا هون سبيرس اللي بنى الجامعة الأمريكية، عم ياكل 700 من شخص من بيت الطقوش بيروتي. هون رياض صلح الله يرحمه وأبضية بيروت أبو عفيف كريدي، فوق بشارة الخوري رياض صلح، شخصيات فوق صعب بيه سلام وفخامة الرئيس الله يرحمه سليمان فرنجي عم يلعب الطاولة. بيروت نهضة في غير آوانها، بيروت محلاها ومحلى زمانها، بيروت يا حينها ويا ضيعانها، تيدي باب على امها وتموت بيروت. هي مش مجرد صورة، بل هي مجموعة ذكريات، اسمها المستقبل، ولكنها عبارة عن حنين للماضي. بيروت القديمة تاريخ عريق وغصة بالقلب. عند دخولك مقهى المستقبل بتطالعك ضحكة أبو وسام وأحاديثه الشيقة اللي بتوثق مراحل سياسية وفنية عايشها وبيفتخر فيها. أنا كل يوم عم بقرا فوت بقعد بعمل أرجيلتي والقهوة تاتي، بقعد بتصبب على كل واحد بتذكره شو كان يعمل شو كان يساوي. في منهم أنا حاضي فيهم بيوت الزعماء، أنا من أنا وصغير يعني بلشت اشتغل انتخابات، كان عمري 17 سنه تقريبا، وبلشت جمعهم وساويهم ودير بالي عليهم بهالاشياء، معلق فيهم يعني بحسهم هدول، ببقى حامل هم اذا مثل شو حيصير فيهم. هيدي الصوره هون جامع محمد الامين صار محلها، شارل ديغول بالسرايا اللي هلا موجوده رئاسه الحكومه. هذا الصور القديمة من براسي راكبة من زمان، في عندي صور كنت بعدني شاب وضاببها وحاططها. وقت اللي عملت القهوة هون علقتهم، لقيتهم في الناس عم بيتورجوا والله رزق الله يا أبو وسام والله كذا ولا كذا. صرت أصحابي الكبار احكي معهم، في لك صورة لجدك الله يرحمه سامع فيه أنا ما بعرفه، يقول لي قول له جيب لي صورة ما تعذب حالك، يجيب لي صورة. هذا أني هون ب 58 فوق خالد عبد الناصر وابراهيم قليلات وانا. اما ذكريات ابو وسام الخاصه وعلاقته بالمدرسه والعلم، فبتاكد المثل اللي بيقول فضلوا الفهم على العلم. الممر الأخير، المغامرون ونساء في خطر، أفلام من إنتاجه شاهدة على مسيرة ناجحة. شنطة على الأول يا خيطت ليها أمي خياطة، فتح المدرسة عبود
صار الساعة 4، ما بدنا نحكي كيف الفرصة وما الفرصة، صار الساعة 4 ظهرنا ونسيت الشنطة، نسيت الشنطة على الحيط، وجيت على البيت قالت لي أمي وين الشنطة؟ قلت لها ما بعرف وين حطيتها، يمكن نسيتها بالصف. قالت لي امشي، منين بقى بدي اجيب لك أني بقى الأربع ليرات لي، منين بجيب لك ليرتين للمدرسة؟ عاد دب حطوني بالشغل. الله ما دخل، الذكاء أهم من العلم. أنا بقعد مع كل واحد معه 100 شهادة بيطلع جنبي ما بيفهم. صعب بيك مرة قال لي الله يرحمه سعدون طلب لي هالنمرة كذا كذا كذا، قلت له عمالك يا بيك نمرة نمرة وحدي وحدي، عبد فرشوه كان سكرتيره، قال له يا بيك ما بيعرف يقرا، قام وقف قال الحمد لله اللي ما بتعرف تقرا. بس حاولت انه اتعلم على كبر، يعني جبت معلمي تعلمني، ما متحبيتها نسينا العلم. كل شيء بفوت على الفيسبوك، بفوت على الواتساب، بفوت كل هذا كله هذا. مثل ما كان الزمن جميل، كان شاهد على مرحلة سياسية جميلة بكل مقاييسها، وبتبقى الحسرة والتمني عند كل لبناني حب بيروت بأنه يرجع رونقه ويرجع عزة. أن رؤس القدماء عبد الله اليافي وأهالي بيروت، صائب بيك سلام الله يرحمه كمان وأهالي بيروت، سامي الصلح الله يرحمه وأهالي بيروت، عدنان الحكيم والشيخ بيير جميل مع نبني لبنان، لأنه كان هدول تقريبا أقوى حزبين ببيروت بلبنان بأثناءها. أنا ورجيت دكتورة لعدنان الحكيم والشيخ بيير جميل مع نبني لبنان، يعني هذه ما في منها، هذه ما بنعرفها، ما بنعرف هذا سني، هذا شيعي، هذا درزي، هذا مسيحي، ما بنعرفها جد وحياة الله، ما بنعرفها. وبقى حامل الهم على ظهري، كأني أنا الله خلقني لأتوكل بلبنان، وأنا ما طالع بيدي أعمل شيء. بنهر وين كانوا خطابات الزعماء القديمة بكل احترام لبعضهم، وبنقهر وقت اللي بلاقي كل واحد لحاله بياخد مشروع، مثل قصة انتخابات كل واحد بده يعمل مشروع على راسه، بترحم عليهم هدول لو بيرجعوا هن يحكموا البلد نرتاح. بدك المظبوط قسما بالله بقول يا ريتني مت انا وشاب وما شفت اللي عم شوفه. أمس انتهينا فلا كنا ولا كانا، يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. أمس انتهينا فلا كنا ولا كانا، يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. منتابع حلقتنا مع مبادرة جديدة لمهرجانات صيف العاصمة أطلق الرئيس سعد الحريري من وسط بيروت. مهرجان العاصمة بيست بيتضمن أحداث ثقافية وفنية ورياضية محلية وعالمية. المهرجان بينطلق من 24 آب وبيستمر ل 12 أيلول المقبل، وتفاصيله بهالتقرير. صيف بيروت رح يشهد على ولادة مهرجان جديد ثقافي فني ترفيهي ورياضي. فتحت عنوان وي دريم لبنان آمنت سيدتين لبنانيتين بتأثير المهرجانات على الدورة السياحية، فأعلنوا عن مهرجان بيروت إيفنتس أند ستريت شوز، وأول من آمن بهالخطوة كان رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث رعى وحضر ليلة الإعلان عن التفاصيل.
حيكون في معنا 12 سيارة فورمولا 1 من أنواع مختلفة وسنين كديتس مختلفين. حيكون في معنا مثل ما قلتي الكولتشرال سكشن، حيكون في معنا كيد سكشن، حيكون في معنا الفود سكشن، وحيكون في معنا ماسترز اوف ديرت هولي هلا عم بعلن عنهم لألكن اول شيء. والمهرجان اللي عم نعمله هيدي السنه يلي هو بنتين انا ورفيقتي عم نطلع بهالفكره الكبيره وبحس اكبر مهرجان هو بلبنان. فايه المره اذا تركولا الفرصه شوي تعبر فيها تعبر وفيها تعمل وفيها تكون قد رجال يمكن كمان. نحن من حزب السيدات بالمستقبل بالتلفزيون وبالتيار، وعلى كل حال ستات عم بيقوموا بمشروع عظيم ومش غريب عليهم، وده تأكيد على انه الست الناجحة بتقدر تنجح بكل مجال تشتغل. بتنظيم من شركة باكستيج برودكشن رح تشهد منطقة بيروت ووتر فرونت رفيق الحريري بارك عروض فنية موسيقية رياضية عالمية من 24 آب إلى 12 أيلول. لبنان طول عمرنا معودين نحن رغم كل الأزمات اللي عم بتصير حوالينا، نحن شعب ما بينام، شعب بدلو صاحي، شعب بدلو يشتغل، شعب بدلو يعطي وينتج. الفرح هو عنوان للبنان، إن شاء الله على طول بيضل هيك، وإن شاء الله هالصيفية تكون واعدة مثل ما نحن ناطرينا، تكون مليانة فرح ومليانة محبة ومليانة تلاقي. كل العالم اللي عم بيشوفونا سواء بلبنان أو بخارج لبنان، لبنانيين أو عرب، لازم يعرفوا أنه صيف لبنان سيكون رائعا وجميلا وآمنا وممتازا. وأهلا وسهلا فيكم، وأنا مبسوط وسعيد أني لبناني عايش بلبنان وبيروت. التفاصيل الخاصة بالمهرجان رح تكون ضمن مؤتمر صحفي سيعقد بشهر تموز، والموعد مع هالمهرجان سيكون استثنائي. هلأ كل المهرجانات صارت بالإضافة لبرنامجها الفني دايما بتعمل نهار لفنون الشارع، بقى هيدا شيء كتير حلو، شيء كتير بيضوي بيروت وليالي بيروت، وإن شاء الله الصيف يكون حلو مثل ما كلنا متوقعين. نحن اليوم بمرحلة استعادة ثقة المواطن وثقة أخواننا العرب والأجانب اللي تعودوا يجوا أيضا على لبنان. المهرجان اللي عم جرب نعمله هو يقوي لبنان ويخلي العالم تشوف إنه لبنان بارت بكل الأمور، بالكولتشر، بالسبورت، بالموسيقى. بيروت أكثر من كل وقت جاهزة وحاضرة لاحتضان مشاريع وإيفنتس بهالكبر وبهالحجم.